شباب ودوره في صناعة الحاضر والمستقبل، وهيكون ضيفنا دكتور عبد الله المغازي. هنشوف دلوقتي بمناسبة مرور 20 سنة على افتتاح ملاعب الجولف بنادي الجولف بدريم لاند، كرم الدكتور أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات بهجت فريق العمل الذي شارك في إنشاء وتطوير الملاعب، وكرم أيضا بعض الممارسين في الجولف. نشاهد. أقام نادي جولف دريم لاند احتفالية بمناسبة مرور 20 عاما على افتتاح ملاعب الجولف بالنادي، شهد خلالها الدكتور أحمد باجت تكريم فريق العمل الذي شارك في إنشاء وتطوير الملاعب حتى وصولها بصورتها المشرفة، إضافة إلى بعض الممارسين المتميزين في اللعبة. احنا سعداء جدا ان فات 20 سنة على افتتاح ملعب الجولف ده. دي كانت كلها صحراء جرداء ما فيهاش أي حاجة خالص. ربنا أكرمنا إن إحنا قدرنا نعمل ملعب جولف جميل والناس كلها استمتعت بيه خلال 20 سنة الماضية، والحمد لله عندنا أعضاء كتير وأظهروا حبهم واحترامهم للمكان لأنه متحافظ عليه بطريقة كويسة من ناحية الزراعة، والناس مبسوطة جدا لأن كل دول أعضاء موجودين في النادي. فالحمد لله إن إحنا نجحنا ان احنا نسيب اثر طيب مع كل الناس، بوجود كمان فنادق الهيلتون وسويس ان وفي قلب يعني في قلب ملعب الجولف بجانب هيلنان اللي فوق ناحيه الدريم بارك. فاحنا سعداء جدا النهارده بوجود الناس دي وبالسعاده اللي هي كلها الناس حساها، لانه فعلا عمر من 20 سنه كانت دي صحراء كلها ما فيهاش حاجه خالص. فالحمد لله الخضره دي كلها تبص والاشجار والجمال اللي موجود بتاع الطبيعه ده، دي نعمه من عند ربنا بنشكره عليها. يعني احنا الحقيقه عملنا حاجات سنه 2003، كان الملعب محتاج شويه تعديلات، والدكتور احمد كلمني انا كنت بشتغل معاه في المجموعه الصناعيه، فطلب ان انا وانا بلعب جولف من 30 سنه يعني، فطلب ان انا اشوف. جبنا الدكتور حفني والحقيقه قام بمجهود كويس قوي في الملعب، وفي الاول كنت بتعاون معاه في ان احنا نجيب سواح وسياحه، وكان في فتره ايام ما كانت السياحه في مصر يعني في حاله احسن من دلوقتي. جبنا فاكر في موسم واحد جبنا اكتر من 1000 سايح جم يلعبوا جولف هنا وقعدوا في الهيلتون. يعني تعد ملاعب جولف دريم لاند من افضل واطول الملاعب المتواجده بمصر، وتم تصميم مخطط الملاعب على ايدي اشهر المهندسين المعماريين على مستوى العالم، وهي مطابقه للمواصفات القياسيه العالميه ومستوفيه الاشتراطات الدوليه لملاعب الجولف. وشهدت ملاعب الجولف بالنادي اقامه عدد من البطولات المحليه والعربيه والافريقيه والدوليه، منها البطوله العربيه للجولف والبطولة الإفريقية للجولف وبطولة الأهرام الدولية المفتوحة للجولف. احنا ابتدينا إنشاء الملعب من سنة 95، وكان المصمم مكتب خبرة أمريكي، وأنهيناه في سنة 98، وفي الفترة من 98 حتى 2018 ما اكتفيناش بالإنشاء اللي تم في خلال الفترة ديت، استعنا بخبرة أمريكان وأيرلنديين، وعدنا تاني تصميم بعض الملاعب علشان نواكب الانشاءات اللي تمت في مصر بشكل عام، لان دريم لاند كانت سباقه بانشاء الملعب. انشاء الملعب سنه 95 كان في حوالي ملاعب قديمه 3 4 ملاعب في مصر، بعد كده ابتدت الصيحه بتاعت انشاء الملاعب الجولف. الحمد لله احنا دلوقتي بعد التطورات اللي تمت في الملاعب وصلنا لمرحلة ان احنا ملعبنا بقى قديم وحديث، قديم من حيث الانشاء واللاندسكيب الرائع اللي هو مش موجود في اي ملعب تاني اعتقد في مصر، لان احنا مهتمين بيه جدا، وحديث بالنسبة للتطور بتاع اللعبة، لان لعبة الجولف متطورة بشكل مستمر، واحنا الحمد لله واكبنا هذا التطور بالاستعانة بالخبراء الاجانب مع الدكتور حفني حجازي، وعدنا تاني
إعادة تاني، عملنا ري شيبنج، شلنا بعض الملاعب وقعدنا تاني عملنا لها شيبنج من ناحية الإنشاء ومن ناحية الزراعة كمان. هنا من أول ما اتفتح الجولف من 20 سنة واختلافات طبعا كتير، الباجيز والجرين والمانتيننس وكله، يعني كان واحد 100% تغيير يعني في خلال 20 سنة دول. أنا النهاردة كسبت المركز الثاني في السوبر فور ب 40 بوينت، ومفروض أجيب 36 بوينت، ده الهاند كاب بتاعي، جبت 4 أندر، سو أم رانينج أب يعني المركز الثاني، الحمد لله يعني بذلت مجهود واتكلل في الآخر. إمكانيات كبيرة تحظى بها ملاعب الجولف بدريم جعلتها قبلة لكثيرين من عشاق هذه اللعبة، في ظل امتيازات كبيرة تحظى بها الملاعب بجانب وجود عدد من أفضل الخبراء والعاملين على إدارة هذه الملاعب. عمرو موسى، نهاية الأسبوع.